ولمناقشة ملف استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة وحصار المستشفيات وازدواجية معايير المجتمع الدولي في التعامل مع الكارثة الإنسانية، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول عضو المؤتمر الشعبي الفلسطيني بشار شلبي. حياكم الله أستاذ بشار. أهلا بكم. أهلا بك. وأيضا تنضم إلينا عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. أهلا بك معنا دكتورة فاطمة. لعلي أبتدأ معك أستاذ بشار، يعني كما تعلم المحكمة الجنائية الدولية تلقت طلبا لإحالة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية إلى المحكمة. هنا السؤال، ما أهمية مثل هذه الخطوة والكيان الصهيوني ليس عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وهناك تغطية مستمرة له من قبل الولايات المتحدة، يعني عن طريق مجلس الأمن وفي المنظمات الدولية؟ تحياتي لك وللضيفة الكريمة وللمشاهدين الكرام. أولا لابد من الفصل بين جانبين، الجانب الأول متعلق ب وجود الكيان الصهيوني عضوا أو عدم وجوده عضوا في محكمة الجنايات الدولية، هذا لا يؤثر على وجود المطالبات بمحاسبته أو التحقيق في ما ينسب إليه من جرائم يقوم بها فعلا في حربه على قطاع غزة، لأن هناك آليات المحكمة الدولية تتضمن يعني استدعاء وجلب أطراف ليست عضوا في محكمة الجنايات الدولية ضمن آليات معينة، منها تبني مجلس الأمن وإن كان يملك رأس بارك، ومنها يعني الادعاء العام نفسه يطالب بالتحقيق فتفتح عملية التحقيق. فهذا لوحده جانب مهم أن يتم وأن يستمر بعيدا عن كون الكيان الصهيوني عضوا أو غير عضو. ولذلك نرى الاهتمام البالغ الذي يوليه الكيان الصهيوني تجاه أي مؤسسة دولية تحاول أن تكشف فظائعه التي يرتكبها، سواء كانت في صعيد الحروب التي يشنها خلال 20 سنة الماضية على قطاع غزة أو انتهاكاته المختلفة في الضفة الغربية أو الجدار الفاصل أو غير ذلك. فهو يهتم بهذا الموضوع ويحاول أن يعطل أي إجراء أممي يمكن أن تقوم فيه سواء محكمة أو لجنة بهذا الخصوص. الأمر الثاني وهو متصل بما تناولته في الجزء الأول، لا الموضوع ليس يعني هامشيا، هو مهم صحيح. قد يكون هناك اعتراضات أو عراقيل حقيقية تقوم بها سواء كان المنظومة الدولية ممثلة بمجلس الأمن وأصحاب حق النقض الفيتو بالذات الولايات المتحدة الأمريكية، أو من حيث أن بين قوسين الكيان الصهيوني لا يعبأ كثيرا بالتقارير يعني تقرير جولدستون على سبيل المثال وتقارير أممية أخرى لم يعبأ بها الاحتلال. هذا في المدى العملي المباشر صحيح، لكنه في السياق التراكمي وفي سياق ما يتم اليوم من تحولات في مواقف الشعوب والمؤسسات الدولية وفي ظل العنجهية التي يمارسها الكيان الصهيوني أثناء فترات الحروب التي يشنها على قطاع غزة وعلى الفلسطينيين عموما أو في غير ذلك من الفترات التي يتجاوز فيها القانون الدولي ويتجاوز القانون الدولي الإنساني من خلال تعامله مع الأسرى، من خلال تعامله مع المناطق اللي هي في العرف الدولي احتلال، كل هذا يشكل أعباء على الكيان الصهيوني، يجعل المنظمات الدولية والمؤسسات والشعوب يعني تضيق ذرعا بهذا الكيان، وهذا جزء من مراكمة الواقع السلبي ضد هذا الكيان الصهيوني. نعم دكتورة فاطمة أهلا بك وبانضمامك إلينا. يعني كيف تنظرون في المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب لما يحدث في غزة من استهداف المستشفيات وقتل للمدنيين والأطفال والخدج والنساء وغيرهم من الضحايا؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحييكم وحيي مشاهديكم الكرام وضيوفكم الكرام. الرحمة لشهداء فلسطين والشفاء العاجل لجرحاهم بإذن الله. واضح تماما في غزة يرتكب الاحتلال الصهيوني أبشع الجرائم التي تناقض الاتفاقيات الدولية سواء وقع عليها أو لم يوقع أو القانون الدولي الإنساني. لاحظنا كيف أن الكيان الصهيوني يقوم بقصف المدنيين مناطق الآمنة، البيوت الآمنة، المدنيين في بيوتهم بصورة منهجة وعشوائية، ويستهدف التجمعات
وخاصة أنه قام بالإيعاز وإصدار الأوامر للفلسطينيين بالنزوح قسريا من مناطق شمال غزة إلى مناطق أخرى بغية التمهيد للاجتياح البري الذي قام به. كل ذلك أدى إلى تجمع وكثافة سكانية أكبر مما هي أصلا موجودة في غزة المعروفة جيدا بالكثافة السكانية في مناطقها. إضافة إلى ذلك فإن لاحظنا الجريمة الأخيرة الآن تقريبا مر أسبوع على اقتحام مستشفى الشفاء في غزة، والذي هو يعتبر أكبر مستشفى في غزة، وكيف تم محاصرته وإرهاب النزراء في المستشفى، إضافة إلى كما هو معروف أن هناك ما يقرب حسب تصريحات مدير المستشفى هناك تقريبا 5000 نازح، 5000 فلسطيني لجأوا إلى هذه المستشفى لأنهم يعرفون جيدا أن هذه المنطقة محمية بالقانون الدولي الإنساني. وتعمد الكيان الصهيوني مهاجمة هذه المستشفى بادعاء أنها مركز يعني للمقاومة الفلسطينية، مع العلم أنه يعرف جيدا أنه لديه خرائط هذه المستشفى ويعرف كل شبر في هذه المستشفى، ولكنه يريد، وهذه هي طريقته، إرهاب المدنيين. ولاحظنا كيف أن قطاع الماء والكهرباء والوقود كيف أسهم في زيادة عدد القتلى من المرضى داخل المستشفى، من مرضى العناية المركزة، الأطفال الخدج الذين يحتاجون إلى عناية. يتبجح الكيان الصهيوني بأنه جلب معه إلى المستشفى الحاضنات للخدج، كيف تعمل هذه الحاضنات في ظل عدم وجود وقود وعدم وجود مياه أو كهرباء، لا يعني كل أوجه الحياة. إضافة إلى ذلك والأدهى والأمر هو الحصار المفروض على غزة منذ سنين، والآن مع بداية هذا العدوان الأخير على غزة منذ 7 أكتوبر زاد الطين بلة وساهم في مجاعة كبيرة لتحدث في غزة، وانقطاع للمياه، انتشار الجثث في الشوارع دون أن يتم دفنها، وذلك خوفا من الاستهداف بالقصف. الضعفاء، استهداف الضعفاء، لاحظنا كيف أن جنود الصهاينة قاموا بتصوير أنفسهم وهم يساعدون شيخ فلسطيني، وأثناء بعد اقتحامهم للمستشفى ومساعدته على النزوح عبر ما يدعون أنها ممرات آمنة، ومن ثم اكتشفنا أنهم قاموا بتصفية هذا الشيخ دون رحمة وبدم بارد، وهذه طبعا ليست هي المرة الأولى، تاريخهم يشهد لهم بكيفية تعاملهم مع المستنين وكيفية قتلهم بدم بارد. فما ناهيك عن الأطفال الخدج، بالتأكيد سوف يتم التعامل معهم بنفس الطريقة. الاعتقالات اقتياد الناس إلى جهات مجهولة، كما حدث يعني في الحقيقة ما حدث من جرائم في مستشفى الشفاء هو يعني مشهد مصغر لما يحدث في عموم قطاع غزة. طيب، أنتقل بالسؤال هنا للأستاذ بشار. من يعني مما تحدثت به الدكتورة فاطمة، يبدو أن الاحتلال يعني يسعى لتبييض صورته على أنه جيش إنساني وليس جيش مجرم كما يصفه الكثيرون. ما يعني ما تفسيرك أو ما وصفك لوضع حكومة نتنياهو بعد اقتحام مشفى الشفاء، بعد طبعا كل هذه الأكاذيب والادعاءات التي قالت بأن قيادة حركة حماس والمقار تحت هذه المشفى، وتبين لاحقا أن كل ذلك كانت أكاذيب. ما توصيفك لوضع حكومة نتنياهو أمام المجتمع الدولي وأيضا وضعه داخليا؟ والله يا أخي الكريم، يعني الحكومة والكيان الذي يمارس هذه البشاعات وهذه الوحشية المتناهية أو اللامتناهية، وهذه الصورة من القتل الانتقامي الوحشي الذي لا يمت للبشرية بصلة على الإطلاق، هو عمليا لا يأبه بالصورة الإعلامية رغم حرصه على أن لا يبقي فراغا تملأ الأطراف الأخرى وبالذات المقاومة.
ولذلك هو حريص على أن يقدم رواية رغم أنه هو لا يصدقها، وهو يتلاعب بما يسميه أدلة، ويعني لا يلبث ادعاءه أن يكشف خلال فترات بسيطة، مرات خلال دقائق. يعني الفيديو الذي رافقه ناطق باسم الكيان الصهيوني وناطق آخر تم كشفه بسهولة، وإظهار مجموعة عجيبة من العيوب في الفيديو، وأصبح موضع سخرية. نعم، وفعليا هي تصبح موضع سخرية، لكن العدو الصهيوني والداعمون لهذا العدو يصرون على أن يستخدموا نفس الأكاذيب وأن يعيدوها ويلوكوها، مستخدمين نظرية جوبلز يعني في الكذب المستمر حتى يصدق نفسه. ولذلك نسمع أحيانا الحديث عن الخدعة الأولى اللي خدعوا فيها الإعلام الأمريكي بالحديث عن أطفال مقطوعة الرؤوس وكذا إلى آخره، وأربعين طفل التي لم يراها أحد ولن يراها أحد على الإطلاق، يعني هي مثل الذئب الذي أكل يوسف عليه السلام. يعني هذه الصورة هم لا يخجلون من ذلك وهم لا يأبهون، لكنهم يحافظون على الرواية، لا يتركون الفضاء الإعلامي يعني فارغا لتملأه الروايات الدقيقة والروايات الصحيحة والروايات الناقدة. ولا شك أن المظلة التي يعني تمنحهم إياها الإدارة الأمريكية والإدارات الغربية، وكما تفضلتم حضرتكم بالتقرير حول مثال اللي هو وكالة فرانس بريس، فهذا يمنحهم دافعا إضافيا باستمرار الجرائم واستمرار الروايات الكاذبة وعدم أخذ أي يعني انتباه أو اعتبار لأي قيمة إنسانية، لأي قيمة أخلاقية. اليوم في لدينا نوع من أنواع سقوط القيم الأخلاقية والقوانين الدولية. أنا الحقيقة في يعني شكل سريع حاولت أن أرصد ولو قانونا واحدا من القوانين الدولية أو القوانين القانون الإنساني الدولي أو قوانين حقوق الإنسان أو الأعراف المتعلقة بالإنسان وحقوقه لم ينتهكها الكيان الصهيوني، لم أجد، بدءا من الأمور المتعلقة بالطفولة إلى المتعلقة بالعمال إلى المتعلقة بالمهاجرين إلى المتعلقة بقوانين الحرب إلى المتعلقة بكل الأعراض. لم يبقي هذا الكيان في حربه الحالية الدائرة حاليا على قطاع غزة، لم يبقي قانونا أو معادلة أو عرفا إلا وانتهكه، والعالم يحاول أن يمنح هذا الكيان نوع من أنواع الدعم والدفع من خلال محاولة إبقاء الرواية الكاذبة الخادعة أنها هي المسيطرة والمهيمنة، كما تفعل فرانس بريس وكما فعلت مجموعة من المؤسسات الغربية اللي نتج عنها خروج بعض مئات أو بضع مئات من الصحفيين من مؤسسات كبرى مثل الواشنطن بوست يحتجون على السياسة التحريرية لمؤسساتهم فيما يتعلق. وبالمناسبة يعني فرانس بريس الآن تتعرض للمساءلة، وتم استدعاء مدير الوكالة لسؤاله لماذا يعني كانت تقارير هذه الوكالة غير منحازة لإسرائيل بالقدر الكافي. هنا أتوجه بالسؤال للدكتورة فاطمة. دكتورة، يعني كيف تقرأين ما تحاول يعني اللوبيات الصهيونية تنفيذه في شتى أنحاء العالم من طمس معالم الحقيقة وفرض الرواية والسردية الصهيونية الإسرائيلية مع قناعاتهم تامة أنها كذب؟ كما تفضلت، هم يعرفون جيدا وهم أنهم ينشرون الأكاذيب، ولكن أيضا معروف أن لديهم لوبيات في مختلف دول العالم من خلال السيطرة على الاقتصاد، من خلال السيطرة على الإعلام. هذه هي وسيلتهم، وسائلهم الوحيدة التي يستخدمونها من أجل نشر الأكاذيب. طبعا نعرف جيدا أن الكيان الصهيوني لديه مشروع في فلسطين، وهذا يعني معروف وأصبح واضح، وأكبر دليل على ذلك هو الاقتحامات المستمرة
للمسجد الأقصى، ومحاولاتهم لإيجاد تقسيم مكاني وزماني لمسجد الأقصى. هم الصهاينة لديهم مشروع عالمي في السيطرة على العالم وبدعم دولي، وإلا لماذا هذا الصمت عما يحدث من جرائم في غزة وعدم الوصول لحد الآن والاتفاق على قرار لإيقاف إطلاق النار ومد المساعدات على الأقل لأهالي غزة الذين يعانون الجوع والعطش ونقص الأدوية؟ يعني كل هذا الذي ما يقوم به الكيان الصهيوني هو جميعه يصب في مشروعه الذي هو مستمر في إقامته في فلسطين، وإنهاء جميع أهالي وجود لأهالي فلسطين للعرب هناك سواء مسيحيين أو سواء مسلمين. هناك عملية تطهير عرقي مستمرة، هناك استهداف من أجل تهجير أهالي غزة، وافتضحت الكثير من الأدلة التي تثبت عن طريق تسريب بعض الوثائق وغيرها عن وجود مشاريع لابد من تنفيذها في غزة وتصب في مصلحة إسرائيل، مشاريع تجارية، مشاريع مد أنابيب نفط وغيرها من المشاريع الحقيقة التي يعني جميع العالم صدم بهذا، وكانت هي هذه إحدى العلامات الفارقة في هذه الحرب التي بدأت منذ 7 أكتوبر، أنها فضحت ما يحدث من مؤامرة ضد أهالي فلسطين وبالتحديد ضد أهالي غزة. ولاحظنا كيف أن عملية التهجير أصبحت علنية، وإرسال أهالي غزة من أجل إرسال إلى أهالي غزة إلى الصحراء وكأنهم قطعان أغنام أو قطعان ماشية، لا يوجد من لا يوجد لديها أي من يرعاها. يعني تعاملهم هكذا مع البشر، ومعروف أن لديهم في ديانتهم هذه التعامل، أنهم هم الأعلى وجميع البشر هم أقل منهم قيمة، وبالتالي لديهم الحق في أن يقوموا بهذه الانتهاكات وبهذه الجرائم ضد جميع البشر وليس فقط ضد الفلسطينيين. في الحقيقة لا يمكن أن نتصور أن هؤلاء هذا الكيان الصهيوني عبارة عن مجموعة من البشر. الحقيقة يدخل لدينا الآن شكوك أنهم ليسوا بشرا، لأنه لا يمكن أن نرى مثل هذه الجرائم ترتكب بمثل هذه الكثافة وبهذه الطريقة دون أن يحتس طرف. يعني هو منذ بداية هذا العدوان صرح وزير الدفاع الصهيوني بأنهم يتعاملون مع عالم ليسوا بشرا. أتوجه بالسؤال هنا للأستاذ بشار. أستاذ بشار، ملف أو عفوا خيارات نتنياهو كيف تبدو الآن؟ كما تعلم هناك غياب لأي إنجاز سواء عسكري أو سياسي على الأرض. ملف الأسرى لم يحظى به نتنياهو بأي أسير من أسرى أو من الأسرى الإسرائيليين الذين لدى المقاومة، وأيضا هناك توال للصور والفيديوهات التي تبين استهداف وإعطاب آليات وقوات القوات الصهيونية المتقدمة. كيف تبدو خيارات نتنياهو مع كل هذه المعطيات؟ الواضح منذ بداية هذه الحملة الإجرامية على قطاع غزة، بعد 7 أكتوبر الماضي، أن نتنياهو يتسلح بثلاث مقومات تجعله مستمر في هذا العدوان. المقوم الأول هو الغطاء الأمريكي الغربي، واللي فعليا مستمر رغم تغير بسيط في الخطاب، وأقصد في الخطاب لا أقصد في الواقع الحقيقي. هذه السلاح الأول اللي بتسلح فيه نتنياهو في استمرار معركته الإجرامية ضد قطاع غزة. السلاح الثاني هو انزياح هائل في المجتمع الصهيوني ولدى ما يمكن أن يسمى الأكاديميين والنخب في التعطش الإجرامي وفي الرغبات الانتقامية. هناك هستيريا في المجتمع الصهيوني، وهناك نوع من أنواع
السادية والنازية الهائلة المتغلغلة أو اللي أصبحت متغلغلة أو ظهر تغلغلها في المجتمع الصهيوني بشكل هائل. يعني هناك دعوات من أبناء وبنات ورجال ونساء في المجتمع الصهيوني يطالبون بقتل كل شيء في قطاع غزة. هم يقولون بالضبط أن الطفل هذا سيكبر وسيقتحم كما اقتحم الغلاف سيقتحم تل أبيب. هم يقولون أنه لا فرق بين نساء ورجال، لا هكذا. هذه فهو يتسلح بها أيضا نتنياهو. الجانب الثالث الذي يتسلح به نتنياهو هو الظروف السياسية التي تشكل نوع من الأزمات عليه، فهو يتخذها ذريعة باستمرار الحرب، يتخذها ذريعة لينجو إلى أطول مدى ممكن من محاكماته، من مساءلاته، من عزله عن رئاسة الحكومة إلى غير ذلك. هذه كلها مجتمعة تدفع نتنياهو إلى الاستمرار في حربه المجنونة الهستيرية في هذه الجرائم النازية. الشيء الوحيد كما يبدو الآن، أو لنقل هناك شيئان يمكن أن يؤثرا على خيارات نتنياهو. الأول هو إيقاع الخسائر الجسيمة في قوات الاحتلال الصهيوني وفي المناطق الصهيونية عبر الصواريخ التي تنطلق، ما زالت تنطلق إلى الآن، وعبر مواجهة الدبابات والجنود الصائرة. لكن يبدو أن حجم الخسائر إذا ما قورنت بما جرى ما جرى يوم 7 أكتوبر ما زالت يعني غير، لم تصل إلى موازاة حالة الصدمة الأولى بحيث تعتبر مؤثرة على القرار الصهيوني. ولذلك مزيد من هذا التصدي والصمود واستمرار المقاومة يمكن أن يؤثر على قرار الكيان الصهيوني. الجانب الثاني هي سريعا لو سمحت لي تفضل. الجانب الثاني متعلق بالضغوط، سواء كانت الضغوط الداخلية المتعلقة في أهالي المحتجزين في قطاع غزة، رغم أنهم يطالبون بكل شيء من أجل، لكن هم يريدون أبنائهم أحياء، لا يريدونهم أموات بالقصف الصهيوني، بالإضافة إلى الضغوط الخارجية وخاصة ما يتعلق بالحشود الجماهيرية الضخمة في العواصم المؤثرة، واشنطن ولندن ومدريد وبرلين. نعم. دكتورة فاطمة، سريعا، إلى أي مدى يتشابه ما يحصل من مزاعم ومبررات بالحرب على غزة من الذي حصل قبيل غزو العراق والمزاعم والأكاذيب التي ساقتها الولايات المتحدة لتكون مبررا لدخولها وغزوها للعراق؟ الحقيقة هو ليس تشابه، هو في الحقيقة تطابق. بداية من الكذب التي ساقها الكيان الصهيوني انتهاء إلى الجرائم التي ارتكبها. لو قارنا نجد أنه نفس السيناريو. ضد العراق قاموا بتلفيق تهمة وجود أسلحة دمار شامل. في فلسطين يتم الادعاء بأن هناك مقرات وغيرها، وكل اقتضح بعدها جميعها مجرد أكاذيب. في العراق تم استخدام مختلف أنواع الأسلحة حتى المحرمة منها، وإبادة جماعية، ولا ننسى المجازر في المطار وفي مناطق جنوب العراق. ونفس الشيء يحدث في فلسطين الآن. التهجير القسري أيضا نفس السيناريوهات بالضبط. هذا يؤكد لنا أن هناك مؤامرة مبيتة، وأن هناك أهداف بعيدة المدى تكمن وراء هذا الذي يحدث في غزة الآن، كما ثبت أنه حدث في العراق. نعم، شكرا جزيلا لك، كنت ضيفتنا عبر سكايب من لندن، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. كما أشكر من اسطنبول ضيفي عبر سكايب عضو المؤتمر الشعبي الفلسطيني بشار الشلبي. شكرا لكما ضيفي الكريمين.